الأيام هنا كتدوز بالتقاطر ديال الموت. بدينا كنساو الوقت ونعطيو بظهرنا للزمان، ما قادرينش نفرقو بين الليل والنهار وكنصليو غاب تقديرنا. كاين اللي كيقول كيفاش كنعرفو الوقت والأيام اللي دازو علينا وحنا ما عندنا لا ساعات ولا كيف نعرفو الليل من النهار؟ صراحة سهلة، كنا كنحسبوا الايام اللي دوزنا على حسب فارق المده اللي بيننا وبين اي مسجونه جديده كتدخل. الضوء في السيلون ما كانش كيطفى علينا، ديما مبرزطنا الشيء اللي كيعمق عندنا ليكيليبر ديال الليل والنهار. في هاد الزنزانه ما كانش مسموح لينا ندوو الا بالهمس، ولا شي غارديان سمع صوتنا كيبدا يخبط الباب بالكابل باش نسكتو. واحد الحاجه في شكال كانت كتوقع، وهي أنهم كيعيطوا لنا بالسميات ديال الرجال. أنا سميتي هيبة، ولكن كانوا كيعيطوا لي محمد. مر جوج سيمانات الوالدة بادرات ودارت واحد الجيست ما عجبش الغارديانات، قالت لحسين يجيب لنا مصحف، ولكن دار فيها وقال لها واش كيسحب لك راسك في دارك، راه حبس هذا الشريفة. وزيدون ما كاينش مصاحف هنا باش نعطوك واحد. قالت ليها كاينين وراني شفتهم فوق البيرو ديال التحقيق، وما ليهم مليوحين في السيلونات. كانت كدوي هنا على الدراري اللي جابوهم من الجامعة في النهار الاول. قال ليها شاعل دوك المصاحف غيتحرقوا، محطينهمش باش يتقراو. بقات كترجاه ولكن والو، سد الشريش ما في وجهها وزاد في حاله. هادشي اللي دار حسين كعانا كاملين، شي اللي خلانا نديرو اضرب على الطعام. هددونا الى ما حبسناها بلي ايلحونا في الانفرادة ويقطعوا علينا الماء. ما بليد حيلة حبسنا الاضرب ولينا طالبين غاتها هادول. النهار اللي من بعد طلبت امي المدير وجا، قال ليها شنو بغيتي؟ قالت ليه بنا قرآن تسلاو به. قال ليها علاش ما تديري بحال الشباب وتسلاي بالعجينة؟ قالت ليه أمي واخا سيدي علمنا هاد الشي. صراحة في الأول ما فهمنا والو. مهم مشى المدير شي ساعة ورجع عندنا وفي يديه مصحف قديم معرت منين جابو، قسمناه بيناتنا وبدينا كنحفظو فيه. موراها دخل واحد الغارديان بالامر ديال المدير باش يعلمنا كيفاش ندوزو الوقت بالعجينة. الشباب كانوا كياكلوا القشرة ديال الخبز وكيجمعوا اللبابة كيرغنوها بدفالهم ويعجنوها حتى تولي عجينة وكيصنعوا بها شي تحف. يا سلام، لدرجة المدير ديال الحبس براسو خدا من عندهم واحد الطير مصنوع باللبابة. كانوا الغارديانات كيجيبوا لهم حتى الالوان باش يكملوا في هذا الابداع ديالهم، ولكن هذا الشيء ما كانش فابور حيت هاد الاخرين كياخذوا في الاخر اي تحفه صوبوها الشباب. هكا دخل حياتنا الممله حاجه جديده، تانسبيرينا من الشباب وتا حنا بدينا كنصنعوا التوشيات بالعجين. ملي تافونسينا شويه دخلنا اللون على خدمتنا. إلا سمعتوا التلوين فما تظنوش باللي اللوان اللي في داركم داكشي ديال المكتبة، راه كنا خدامين غاب حريق القهوة ولا الدوايات اللي ولاو كيعطيونا من بعد. في هاد الحياة ديال الحبس الألعاب تا هي خدات حقها من وقتنا اللي غير مدفك، والفضل في هاد الشي لمو اللي كانت كتجمعنا عليها، كتحط كاس ديال البلاستيك وتدورو كيطيح فمو جيت وحدة فينا كتسولها وخصها تجاوب بالخف. البوليس كانوا كيتكرفصوا على الدراري وكيعاملوهم كي الحيوانات، وكل مرة كيصيفطوا فوج منهم للحبس الصحراوي. كان المكلف بهاد الخدمة واحد كيقولوا ليه أبو طلال، كيجي قبل الفجر وكيدق باب السيلونات ويغوت بالسميات. من الدراري اللي كيوقف صابر ومنهم اللي كيغوت ويترجاهم ما يصيفطوش تما، وكاين اللي كيسخف ملي يعرف مصيره وكيحل عينيه عند صحاب الحال، ومنهم اللي قاع
كي يخرونها تحت من هول الخبر، حيت كل شي عارف بلي الحبس الصحراوي كيساوي جهنم، كي غايديرو راهم غادي للحبس ديال الموت ماشي نزاهة. كنا وقت ما نسمعوا هاد المأساة كان بكيو وندعيو معاهم ربي يفرج عليهم. كانوا وقت ما خواو فوجي يجيبوا ربعة بلاصتو، الزنازن والبلوكات ما كانوش كيخواو لدرجة حتى الطواليطات ولاو زنازن في شي وقات. خويا عدنان كان قال لوالده بلي يخرج من البلاد، ولكن قاع ما دارها. والمراد انه واحد النهار كانت امي ناسه الا غفله فاقت وقالت لي سمعت صوت خوك عدنان في الحبس. كان الحبس صاقل ديك الوقت وما كان تا صوت. قربت للشقد الشريج ما نشوف شنو كاين، وضربت عيني على خويا صايقينو من طرف تريكوه اللي كان عارفوه مزيان. عينيه معصوبين بعصابك حلا وغادي بلا ما يقاوم الانفرادي. حسيت بنار شاعلة عاصفة بقلبي من الأعماق. بغى غنبكي ونقول ما درت عيني لشي حد، ولكن ما قدرت ندير والو قدام لوالدة. من بعد فاش درنا الإضراب التاني خدونا الانفرادي، حطوا الوالدة في نفس السيلون فاش رماو عدنان. في ذاك الوقت بدات الوالدة كتمثل باللي كتبكي باش ترطب قلوب الغارديان ويخرجونا. والحقيقة أنها كانت خافية الضحكة بين سنيها، ولكن فاش شفت جملة على الحيط حداها عبارة تكبير تقلب ضحكها بكاء حارق من الداخل، واللي كان مكتوب على الحيط هو التالي: الله أكبر، أنا الشهيد عدنان دباغ. بقات أمي كتعذب بالظنون وتا شي حد ما عطاها خبر ولدها واش حي ولا ميت. من بعد غنعرف باللي مات. الله يرحمك أخويا. المعاناة ديال الحبس غادا وكتزاد بالأسطوب. واحد الوقت حسيت بظهري تقسم وكانت تقيا والإسهال روينا. مشيت نودي فيها بسبب هادشي، ولكن الله رحم كنت كنعس حدا الجعبة ديال السخان اللي خاسر شحال هذا. كان كيجود عليا غاب الرطوبة والبرودة وما كان عندي خيار في البلاصة فاش كنعس، حيت سيلون عامر ومضيق. إلا جات وحدة فينا غط قلب على جنبها وهي ناسة كون أكيد غادي تحرك سيلون كله. فاش شافوا البنات وجاع يطلبوا من الغارديانة يجيبوا لي طبيب، ولكن ما من كدوي. عيشة طبيبة طلبت بلا ما تمل سطل ديال البلاستيك وجابوه مرمص دعاتهم، وبدات كدير لي مساج بالماء سخون حتى فاتني الوجع مر يومين. في واحد النهار مرمت عشينا وناس كل شيء، وبدا صمت كيمزق في خيوط الزمان بلا انذار. تسمع صوت ديال الرصاص زعزعنا من بلايصنا. هنا نقزو كاع البواليس والغارديان طفاو الضوا وسدو الشريج مد الباب، وصوتهم كان صعيب يتسمع فيس تخرشيش ديال السلاحات الطرطق ديال القرطاس. ما فهمنا والو، واش كان عطاك على الحبس ولا مشادة. كان القرطاس كي يوصل لينا ويضرب في حيط السيلون من برا. باش يكون فراسكم سيلون بينو وبين الشارع غاج رياضة صغيرة. تخشينا مخبيين وراء الحيوط خايفين لا تجي تسلم علينا شي قرطاسة سلام لوادع. بقى الحال هكا حتى سمعنا صوت كيغوت ديال شي حد على برا كيقول فلان تقتل اجيو هنا. مر ساعد لما كان بدات الامور كتهدن بالتدريج كيف ما بدات. وحاولت الحاجة تعرف شنو وقع من ابراهيم الغارديان، ولكن دار فيها. رجعنا لما كنا عليه بلا ما نعرفوا الحقيقة ديال الشي اللي وقع ديك الليلة. في نهار آخر من أيام الله كانت الحاجة كدو مع الشباب اللي في السيلون حدانا على طريق واحد الجعبة. جاها صوت كيسولها وقال لها واش كاينين معاكم بنات من البلاد؟ قالت لها موجود الخير. قال لها
حنا غدا يفرجوا علينا، فإلا شي وحدة منكم بغا توصل شي رسالة لشي قريب تحطها في الشق ديال الشريجمة وحنا غنوصلوها. الدراري مساكن مشاو غالطين وطلعت غا كدبة. هو فعلا تعطاهم العهد بلي غيخرجوا، ولكن غيخرجوا في الحقيقة للحبس الصحراوي. في الصباح غفلونا بحيث عيطوا الوالدة بلا سبب، مشات ورجعت والدموع كياكلوا وجهها. وقت ما تشوف فيا تزيد تفرقع، حسيت بالدنيا عصفات بيا والخوف تملك من ذرات قلبي. هجمت عليها وعنقتها وانا كنسولها شنو واقع. قالت لي قالوا لي بلي غادي ينقلوني لفرع اخر، ولكن انا حاسه بهم كيكذبوا، غالبا غيطلقوني اليوم في حالي. بدات امي كتعاود لي التفاصيل اللي جراو، كتحيد حوايجها بياسه بياسه، ما خلات غالي استراحت، عارفه من المحتاجين بزاف. وكانت هادي هي اخر مره نشوف فيها الوالده الله يرحمها. جات واحد الوقت اللي ناضت الروينه في البلاد، ولاو كيجيبوا المساجين بزاف وكيعذبوهم قريب لينا. عرفتي فاش كتسمع بنادم كيغوت كتكره راسك. تاديب زاد في الفرع لدرجة مديحة طلبت يبدلوا لينا السيلون ويحطونا في واحد بعيد على صوت الآلام، حيث ما بقيناش قادرين على هاد الشي. يا ما شفناهم كيجروا بنادم مهرس ولا ميت وكيلويوه في مانطا ويدول شي قنط الله بوحدو اللي عارفه. كنت فكر واحد المسكين رماه قدام بابنا غارق في دماياته، رماه برا باش يخلي بلاصة لخوه آخر يدوق الويل تا هو. بقى كيطلبهم راكع على بابنا غا شرب هاد الماء وما بغاوش. شفنا من حالو ما لقينا كنوصلو الماء بكرامة وسيلة، كبيناه من تحت الباب ونزل مسكين كيلحس فيه الحس على الأرض بحال الكلب. الوحشية ديال التعذيب خلات بزاف ديال المساجين يتصابوا بنهيارات عصابية وهستيريا خايبة. كنسمع واحد الدري كيدخل في نوبة ديال الضحك على غفلة، او اللي كيبدا يبكي بالجهد. هاد الشي كان كيطيح علينا الضيم ليام طويلة. كان عقل جا عندنا واحدة من الغارديانات باغي شي حبة مهدئة من الحاجة مديحة، حيت كانت كتخدم بيه شي مرات باش تعالج الرجفة اللي كتجيها بسبب العذاب ديال الضو اللي كالت. سولاتو كيعادتها بلهجة مخلطة بالمزاح والشد، شنو تماك؟ شكون هاد النقطة اللي شداتو الهستيريا فيكم؟ قال ليها كاين واحد خونا برزطنا ببكاه وما بقى غمض لينا شفنا بصداعو. الآلام في الحبس كتيرة وما ليها نهاية، ولكن عذاب الجسد كيبرى ولو بعد حين. أما عذاب النفس والروح ما طلق عليه دواء ولا حيلة باش يفوتك. كانت شي حاجة نورمال أننا نعتبر رواحنا على الآمال ولو يكون قشة آمال صغير أننا نخرجوا من هنا شي نهار. والظاهر أن الناس في هاد القضية حال وحوال، كاين اللي صبار وكاين اللي لا. الغارديانات كان كيعجبهم يلعبوا علينا، واكثر واحد كان طياره في هذا الشر هو رئيس وحده من الوحدات سميتو معاد، واكثر واحد ينطحوا في كدوبهم الحاجات بجوج مديحه وزين. ديما كان كيوعدهم باللي قريب اي خرجوا كيتيقوه ويبقاو يتسناو، وفاش كيبان على كذوبو كيرجع يخيط ليهم كذبه جديده باش يسلي على نفسه المريضه. واحد النهار معاد قال الحاجة زينب الا سمعتيني كنقول دقي البابور، عرفيها اشاره كتعني بلي غادي نخرجك من الحبس. دازت ليام وداز واحد المره جنب السيلون ونطق بالاشاره وزاد خلفها مع الطريق. كي سمعت الحاجة نقزات من بلاصتها كتدق الباب وكتسول عليه، ولكن ما جاها جواب منه. دازت ساعات وهي واقفة على أعصابها كتسنى حتى بنعاود تاني وزرب عليها قال ليها
غدا مع 12 كوني على يقين نخرجك، ولكن اجي نتوما خارجين خارجين، فاش بالك نجيب لك الصف وغزلي ليا شي مونطو بيديك. قبلات المسكينه في البلاصه وجلست هي والحاجة مديحة خدامين عليها طول الليل، ما طلع الصباح حتى كملوه. فاش خدامو عاد المونطور جا تاني جاب الصف وقال ليهم باغي مونطو اخر بلا كمام وما عادنا قبل 12 د الليل. جلسوا عاود تاني كيغزلو حتى كملوه اللي طلبو صيفطوه ليه. موراها جمعوا حوايجهم كيوجدو باش يخرجوا ويريحوا كيتسناو 12 تجي. جا 12 وجا الليل وتبعو نص الليل وعدنان ماليه آثار ما غاديش يجي راها باينة. فاش فهمو هادشي دعاو على ربي ياخد فيها الحق. هاد تمرقل تعاود بزاف، ولكن الألم والمعاناة فاش كنا كتخلينا نشدو حتى في الوهم راجين ينقلب فرج. كانت داز 8 شهور على الاعتقال ديالنا فاش سمعناهم كيعيطوا على السميات وجا غارديان خداهم. ظنينا في الاول بلي شي زياره هادي، ولكن سوايع كيدوزوا بلا ما نسمعوا ليهم صوت. ويلي كي داروا ليها. جاو عاوتاني البواليس خداو الثالثه والرابعه، فاش وصلوا السابعه من البنات وصيناها تكحب بالجهد الا كانت زياره سينو تسقلو حنا نفهمو بلي شي حاجه اخرى واقع. داكشي اللي كان سنينا الكحبه وما جاتش. هنا كلنا طرطقو ريوسنا بالسوالات. فاش دازت ساعه اخرى ردوهم للسيلون صفرين تشوف وجوههم تحس بالخوف. شفايفهم كترعد فاش خبرونا بكلمه المحكمه الميدانيه. كان الرئيس المحكمة هو النقيب سليمان حبيب، ضابط هزيل وقصير لدرجة ما يمكنش تشوفه مره طابلة، داير كيلبوين تا ومعاه أربعة ديال الرجال آخرين. بداو كيقراو على البنات نفس التهم وكيسولوهم على ما اعترفوا به من قبل. صاحبتي ماجدة نفت التهم اللي عليها وقالت لهم بلي الاعترافات ديالها كلها كانت تحت التهذيب وماشي بالخاطر. الحلقة الجاية نكملوا قصة خوتي. بسلام.